المديرية العامة للأمن الوطني ومنذ التأسيس ديالها جعلت مسألة توفير الأمن للمواطن من بين الأهداف العليا والأسمى لتحقيقها، وكذلك وعيا منها بأهمية البعد التشاركي، وكذا ضرورة إشراك باقي الفرقاء والمؤسسات الإدارية الأخرى، قامت بإبرام اتفاقية شراكة مع الوزارة الوصية عن قطاع التربية والتعليم. الهدف ديالها هو تجويد العملية التعليمية، وذلك بغية إنشاء جيل سليم يمكنه أن يساهم في مستقبل هذا الوطن الحبيب، وعليه باعتماد مقاربتين. المقاربة الأولى مقاربة تحسيسية من خلال إعداد شرطيين محنكين ذو خبرة وتكوين أكاديمي يقومون بحملات تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية تتناول قضايا تلامس الشباب المراهق والتلاميذ بالخصوص، من قبيل قضايا المخدرات ومخاطرها، العنف المدرسي، الاستعمال الغير آمن للإنترنت، كذلك السلامة الطرقية، وكذلك اعتماد بعد زجري من خلال مقاربة زجرية بإعداد فرق مدرسية تقوم بحملات على مستوى محيط المؤسسات التعليمية. هذه الفرق تعمل تحت الإشراف المباشر للقيادة المحلية على رأسهم السيد ولي أمن تطوان، يشرف عليها ضابط شرطة قضائية، تضم عناصر مشتركة من خيرة العناصر بين موظفي تابعين لمصلحة الشرطة الولائية للشرطة القضائية، وكذلك موظفين تابعين لمصلحة الأمن العمومي. مهمتها تأمين محيط المدارس والسلك والممرات المؤدية إليها من جميع الشوائب، وكذا مروجي المخدرات والمتحرشين والغرباء، وكذلك تبقى على اتصال مستمر مع المشرفين على المؤسسات الإدارية التعليمية ومدرائها. وهذه الفرق وواعي من المديرية العامة للأمن الوطني بالمجهودات التي تبذلها، تم تزويدها كما عينتم معنا بسيارات من الجيل الجديد، سيارات تحمل الهوية البصرية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، وقد أتت بنتائج إيجابية بشهادة من جميع الفرقاء والفاعلين في هذا المجال.